دقيقه حبيبي اسمعوني خلينا نتكلم عن مواجهه انصار. مواجهه انصار سبب المنافقين. هو الحين ايش قال لي؟ هو دخل منافقين في مواجهه انصار. ما تلخبطوني فهمت؟ تكلم معاه انت. لا 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 اخي ابو داود والله اسمحني والله ابو داود تكلمت معاه هذا تضيع الوقت هذا. الدين هذا مو مقدم. جزاك الله خير. الله يامن واياك. بارك الله فيك.